طبعاً بناء على خبرتي البسيطة كوني كمحامي سابق قانوني، أنا ربما أرفض هذه المرسوم وأطلب معاليكم إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية، لأن هناك في شبهة دستورية في المرسوم بالقانون. في يعني خلينا نفترض عن التعريف القانون اللي إحنا قبل جلستين أقرينا موضوع تقسيم الأراضي، ذكر معالي الرئيس العقارات، وإحنا في التعريف طول بعمرك حسب اللي اتفقنا عليه التقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المناطق المنصوص عليها من هذا القانون إلى قطعتين فأكثر بقصد تعميرها أو تطويرها. ذكر الحين في نص المادة هذه أن عند قسمة الأراضي في السطر الثاني من المرسوم المادة الثانية مكرر، عند قسمة الأراضي والعقارات، إحنا معالي الرئيس عندنا قانون تنظيم مباني والعقارات، ففي أحكام وقانون ينظم المباني والعقارات، فليش تم ذكر أول شيء هاي النقطة في المادة المكرر؟ فهي يجب أن تحذف، لكن إحنا ما عندنا تعديلها، لكن أنا يعني بشكل عام بذكر لك النقاط اللي أنا عندي إياها في الموضوع. طبعا هاي من ناحية التعريف، طبعا هو يتعارض مع نص المادة المعروف. وفي الفقرة الأولى والثالثة عندنا في الفقرة الثالثة أيضا طول بعمرك مع الرئيس، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتشجيع العقاري إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات. زين، الحين سعادة معالي الرئيس، الحين ذكر في حالة مخالفة، يعني احنا كأننا نقول إذا قاضي صدر حكم ما يصير يكون نافذ إلا بعد إذا كان هو مخالف الاشتراطات، وهذه كان في سلطة أو تدخل في السلطة القضائية. طبعا عندنا في المادة 17 من نفس القانون ذكر ولأي من ذوي الشأن الطعن في قرارات هذه اللجنة، اللجنة طبعا هي المذكورة في الطرق أو صاحب الشأن صاحب المصلحة أنه يروح يطعن في المحكمة، فشون يروح يطعن في المحكمة وأخرتها يروح يقولون له حكمك مو بنافذ. خلنا نرجع حق الآلية عشان توصل صورة أوضح من دون شكل قانوني. إحنا إذا حن في قطعة أرض بالتقسم بالشيوع، خلنا نفترض الحين أنا أملك مع أخوي علي، إذا إحنا راح بنقسم الأرض إلى أرضين، إحنا بنبني، إحنا أصلاً ما بيكون لنا إجازة البناء، أو هاي الموضوع طبعاً قبل ما تمر على البلدية والتخطيط العمراني وهاي الأمور كاملة، فإذا أنا بروح مر على هاي الإجراءات كلها وخدت الموافقات من هاي الجهات من شكل أساسي ومبدئي، وبناء علي أنا وأخوي علي بنينا وقسمنا الأرضين وبنينا البيتين على هذه الأرض. زين، أنا راح أطلب الوثيقة الحين من الجهة المختصة، تروح تقول الجهة المختصة لا أنت ما اتبعت الاشتراطات ما نعطيك الوثيقة. زين، أي اشتراطات؟ وأنا من الأساس كان عندي موافقة التخطيط العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا معالي الرئيس. طبعا هذا المرسوم تم عرضه على اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية. احنا درسنا هذا القانون في اللجنة وشفنا البنود. هو الحديث لما نتكلم نقول مثلا دستوري أو غير دستوري، لما نقول في شبهة دستورية أو غير دستوري لازم نحدد وين المادة في الدستور التي تخالفها، يعني المادة في المواد الموجودة في المرسوم تخالف المواد الموجودة في الدستور لعدم دستوريتها. لكن احنا بعد دراستنا وسعادة المستشار كان موجود ما وجدنا أي شبهة دستورية في الموضوع. أما الاتجاه ان احنا نقول مثلا نختصم إلى المحكمة الدستورية هاي شيء آخر، احنا قمنا بعملنا في اللجنة وتأكدنا ان عدم وجود ما يخالف الدستور، فاحنا من ناحيتنا قدمنا رأي هيئة اللجنة التشريع القانونية بعدم وجود شبهة دستورية ودستورية هذا المرسوم. شكرا معك. شكرا سعادة نائب الشام.